مشاهدينا اهلا بكم معنا وحلقه جديده وبرنامجكم اليومي ابتدى الحلو. كل سنه واخواتنا في الوطن طيبين. بكره ان شاء الله كل مصر هتحتفل باعياد الربيع بعيد شم النسيم، اكبر او اقدم الاعياد المصريه. النهارده في حلقتنا قعدنا نفكر طب نعمل ايه، طبعا بمناسبه كل هذه الاعياد عيد القيامه وعيد شم النسيم، فطبعا قلنا لازم نحتفل مع حضراتكم بهذه المناسبات السعيده. معانا الحقيقه النهارده مجموعه من الشباب في منتهى الجمال. في منتهى الجمال ليه؟ لان اولا هم بين شباب جامعي وبين شباب في تانية ثانوي وبين ثانويه عامه، وبالرغم كده هم عندهم موهبه جميله نموها وتجمعوا مع بعض وعملوا فرقه موسيقيه. هنتعرف عليهم اكثر وهنستمتع بادائهم خلال الدقائق القادمه. كل سنه وانتم طيبين شباب، وحمد لله على سلامتكم. القاهره المفروض مش كده، وجايين متاخر واحنا استنيناكم دي. ولما قلت لكم التاخير عند مين قلتوا لي عندكم اسكندريه زحمه. اسكندريه نعمل ايه بقى، زحمه بس مش اكتر من القاهره برضه خالص. ازحم اكتر يعني، ازحم من القاهره. طيب انا عايزه بقى بسرعه كده اتكلم عنكم، لان قد كده انا معجبه بيكم لان انتوا يعني شباب زي الورد وجامعيين، وفي المدرسه في عندنا ثانويه عامه كمان هنتكلم معاه بتفاصيل اكتر عن الثانويه العامه بتاعته، وفي نفس الوقت انتوا عندكم موهبه وفي سن صغير اتلميتوا مع بعض وعملتوا فريق. هبتدي بيك محمد عادل، انت مطرب وعازف جيتار، كلمني عن نفسك اكتر. محمد، هو انا اسمي الاول محمد عادل. انا مغني وملحن وسونج رايتر وبلعب جيتار. كويس، انت عندك صفحه على الفيسبوك وعندك معاملين فرقه كلكم مع بعض. هو الفرقه كلها انا كنت بادئ بالظبط غنى ومزيكا عموما من 5 سنين. خمس سنين بس انا بغني من وانا صغير طبعا، بس يعني 5 سنين دي اللي ابتديت بقى فيها اللي هو ايه، اشتغل على نفسي وامرن نفسي واتعلم حاجات جديده وكده يعني. بس كنا في الاول دخلنا كذا باند كده في الاول. كنا في باند الاول ده اللي عرفنا باحمد واشرف، هو الباند ده. تمام، بعد كده انفصلنا عن بعض خالص، حصل شويه مشاكل كده وانفصلنا عن بعض خالص. وبعد كده رجعنا تاني بقى ان انا حبيت اكون فرقه. فهو طبعا احمد واشرف معايا، وفي ناس ثانيه برده موجوده في الفرقه بس مش موجودين النهارده معانا. تمام. بس محمد انت علمي رياضه وخلاص امتحان الثانويه عامه مفيش على الابواب، احنا بنتكلم على شهر ونص تقريبا. وبالرغم كده مش عارفه يعني انت عارف توفق بين المذاكره وبين الموهبه بتاعتك، وانك تيجي من القاهره وانك تقضي مثلا اعياد الربيع في اسكندريه، ممكن يكون شغل، ممكن يكون مثلا عشان تيجي تصور معانا، يعني عندك يعني قادر انك تظبط نفسك وتنظم وقتك؟ هو طبعا شرف ليا ان انا بصور معاكم النهارده هنا، و يعني موضوع التظبيط الوقت ده بيبقى ايه يعني مش قوي برضو يعني، طبعا بيبقى في باجي على حاجه عشان حاجه احيانا بس هو يعني انا طريقي هو طريق المزيكا وطريق الغنى والكلام ده، وده اللي انا ناوي ان شاء الله اكمل فيه بعد كده. عموما ما تقلقش يعني، هو دايما يقال ان هم الموسيقيين بتبقى دماغهم مصحصحه، عندهم دماغهم بتبقى رياضيه جدا حقيقي. طيب الايقاع بقى اشرف طارق بدوي، اشرف طارق واحمد طارق بدوي اخوات. احنا طب دي حاجه جميله يعني، عائله فنيه جدا. انت في سنه ثانيه ثانوي؟ انا في ثانيه ثانوي. علمي ادبي؟ لا ادبي. ادبي الدنيا أدبي. خفيفه معاك شويه يا اشرف؟ بنسبه كبيره خفيفه معايا. طب وانت طبله؟ انا بطبل. بدايتك معاها امتى؟ انا بدات من 3 سنين، كنت لسه برضه مبتدئ، كان عندي طبله صغيره. بعد كده وصلت الليفل حلو فيها، بعد كده لوحدك بقى مرنت لوحدك؟ لوحدي طبعا. هو اخويا طبعا بيعزف يعني الات كتير، كذا اله. فانا اتولدت لقيت عندي طبله، فجربت ان انا العب عليها، وفي ناس قالت لي مثلا انت ممكن تعزف او ممكن تعمل حاجه حلوه. استمريت فيها مثلا سنتين، بعد كده برضو فصلت شويه لان كان في برضو دراسه وكده، واتشغلت عنها شويه. جميل. كده اشتريت واحده جديده بقى واكبر وكده، وبدات بقى العب وانزل العب مع ناس. شاطر، برافو عليك. في مثلا قهاوي مثلا في الحسين او الحتت الجميله دي بننزل كلنا مثلا كل جمعه او كل خميس، نتفق على ميعاد وننزل نلعب مع الناس. برافو عليك. انا سعيده جدا لان دايما بنسمع عن الناس اللي في سنكم، يا اما فيسبوك يا اما تويتر يا اما مش عارف في الكلام، يعني
ما تحسش ان في حد عايز ينمي موهبته، عنده موهبه عايز ينميها، طب يقعد مع نفسه في البيت، طب ياخد درس، طب يعني مش كتير اللي بنلاقي يعني العناصر اللي زيكم الجميله دي. ده خليني انتقل للارج. انا بسرعه بسرعه عشان عايز اسمع ارجع احمد طارق. احمد طارق بدوي، انت في كليه الحقوق سنه كام؟ ثالثه سنه ان شاء الله. ثالثه. بدايتك بقى مع الارج، انت اللي شجعت اخوك؟ هو بيقول انت بتعزف الات كتير. ماما بتلعب بيانو من قديم الازل. انتوا ودن موسيقيه بقى. اخويا ايمن اشرف، ايمن طارق اخو توام اشرف مغني. فاحنا اللي هو ما اصح ايه يعني تتجمعوا في البيت بقى وتقعدوا تعملوا حفلات سمر، حاجه جميله. حاجه مش موجوده في بيوت كتير دي على فكره. يعني هي ميزه وازعاج الصراحه. لا هي اكيد ميزه فيها حاجات، بدليل ان انتوا موجودين معانا النهارده. وانا عايز اسالكم، في حد فيكم دارس يعني انتوا بسماعي ولا نوتة ولا بتقروا نوتة؟ هو احنا لا. يعني اللي عارف معلومه بينقلها للتاني، لكن كدراسه يعني انت مثلا ما تيجي تعزف بتعزف من نوتة ولا بتسمع وبتعزف؟ في الوقت الحالي لا طبعا، لان بنلعب اغاني من تاريخنا احنا، فما فيش حد يعملها تحليل موسيقي ويكتبها، والموضوع بيبقى كبير جدا علينا احنا حاليا. فاحنا اوكي في الغالب بنكون سامعين. تمام. تاليفكم انتم، انا بقى ده الكلام ده ارجع لك انت، مش كده؟ انت مؤلف. انا بالف اغاني. انت مؤلف الكبير بقى بتاع القعده. اتفضل. انا بالف وبقالي كذا سنه كده. كلمات وتلحين بقى؟ كلمات وتلحين وغنى. اوكي. بس طبعا يعني الاقوى عندي او الحاجه الاقوى هي الغنى والتلحين. الكلمات برضو مش يعني انا مش كاتب قوي قوي برضو يعني. وانا شغال حاليا دلوقتي، انا عملت كذا اغنيه كده في السنين اللي فاتت دي كلها بكلماتي والحاني وكده. والفتره دي زي ما حضرتك سمعتي اغنيه ست الكل بتاعت عيد الام. الاغنيه دي كلمات الشاعر عبد الله عاطف، بس عاوز اشكره وانا موجود هنا. وتوزيع اندرو سويرس ده برضو انا بشكره. هو انا واندرو ده وموزع بتاع الاغاني بتاعتي كلها عمرنا ما اتقابلنا. هو في امريكا، هو عايش في امريكا، وعمرنا ما اتقابلنا خالص، وشغالين مع بعض بقى لنا سنه وشويه بالظبط. من خلال بقى ايه؟ من خلال يعني احنا اتعرفنا على بعض من على الفيسبوك. وشغلنا كله برضو من على النت بقى وكده يعني. جميل. بس وشغال حاليا دلوقتي في البوم جديد. عملت منه ست اغاني كده. في من الالبوم ده اغنيتين كلماتي، والالبوم كله الحاني ما عدا اغنيه واحده. طب يعني دي حاجه جميله قوي. انت في ثانويه عامه، يعني بنتكلم على 18 سنه. 19. 19 سنه، ويعني بهذا الكم من الانجاز يعني انا بحييك وبرافو عليك حقيقي، انك يعني دخلت في هذا، يعني انك نجحت في حاجه. انت عارف دايما يقولوا مين هو الشخص الذكي؟ الشخص الذكي اللي هو ايه؟ تعريف الشخص الذكي، الشخص الذكي هو الشخص اللي بينجح في عمل بيعمله، ان شاء الله يا رب يكون منجد، ان شاء الله يكون فران، اي حاجه بينجح في عمل هذا هو الشخص الذكي. فدي حاجه جميله قوي انك انطلقت في هذا المجال. بتتكلم على الالبوم وست اغاني، طب ما تسمعنا حاجه كده. نسمع حاجه، نسمع من الالبوم ويعني نسمع حاجات قد انتوا عايزين. احنا النهارده ضيوف عندكم، فانتوا تسمعونا اللي انتوا حابين. طب احنا هنسمع اغنيه اسمها ايه من الجمال، دي كلماتي والحاني كنت عاملها في 2016. تمام. ارجو جيتار الطبله مش لا دي خاصه بيك. من البداية حلمت بيكي زي ما انا شايفك كده، من سنين بنده عليكي ولسه جوايا الندى، كنت حلم العمر كله، عمري كله ما سبتنيش، كنت بصعب عالليالي والليالي ما بتواسيش. من البداية حلمت بيكي زي ما انا شايفك كده، من سنين بنده عليكي ولسه جوايا الندى، كنت حلم العمر كله، عمري كله ما سبتنيش، كنت بصعب عالليالي والليالي ما بتواسيش. يا آية من الجمال هقول فيكي موال، يا آية من الجمال هقول فيكي موال.
كنت له حياته كنت أكتر من كده. والنهاردة يا دوب قابلتك والنهاردة يا دوب بعيش، بس خايف لو تروحي وفي الحقيقة ما ترجعيش. فين تلاقي زي قلبي حب كل الحب ده؟ قلبي كنت له حياته كنت أكتر من كده. والنهاردة يا دوب قابلتك والنهاردة يا دوب بعيش، بس خايف لو تروحي وفي محمد. انتوا بتغنوا بقى الاغاني الحلوه دي فين يعني؟ في حاجات كتير يعني، عملنا حفلات في اماكن كتيره في جامعات وفي نوادي وفي كافيهات بقى كبيره وكلام من ده يعني. جميل. طيب الأرج احمد طارق بدوي، ايه الحاجات اللي انتوا بتستمتعوا وانتوا بتغنوها وبتعزفوها مع بعض؟ يعني تحس كده انك مبسوط لو اجي اقول لك انا عايزه اسمع لكم حاجه ليكم انتوا الثلاثه، او حاجه بتؤدوها انتوا الثلاثه تبقى عارف ومتاكد ان هي هتنال استحسان الجميع، المشاهدين والناس اللي في الاستوديو كله. والله هو كل واحد فينا ليه ميوله، لكن انا ميولي الشخصيه انا بحب الاغاني القديمه اللي هي يعني كل ما كان ادب كل ما كان افضل. فانا بحاول اشدهم معايا. ما انت اصلك يعني في عائله فنيه، الام بيانيست اساسا يعني، يعني في الحته الكلاسيكيه دي موجوده عندكم في البيت، فعشان كده يمكن اتجاهك قديم، وده مش كتير الناس اللي في سنك ما بيبقوش قد يكون برضه بعض الاغاني القديمه اللي هي بتحمل الروح، او يعني مش لازم الاغاني القديمه اللي هي الكلاسيكيه الهاديه الروتينيه، لا برضه الاغاني القديمه اللي هي يعني بتتكلم على عبد الحليم حافظ مثلا، اللي هي حاجات شويه فيها ريتم شويه بالظبط كده. اوكي. اللي بتشمل الايقاع مع اللمسه الفنيه برضه. جميل. طب تحب تقدم لنا ايه دلوقتي؟ على حسب بقى تغني. سواح. سواح تمام. ايش نقول؟ سواح ماشي في البلاد، سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار Thank you.
علي دخلت الطبقة القرقاوية صراحة، يعني أنا حسيت بتغيير. قولي أنت الطبلة تعلمتها لوحدك؟ يعني أنا عارفة أن هي كل نزلة صوبة بصوت بصوت مش كده؟ صح. اه كل جزء في الطبلة كل حتة بها كل جزء في الطبلة ليه صوت معين. اه وكل يعني الصوبع مثلا الجزء من الصوبع يدي لك صوت معين مش كده؟ اه ايوه ايوه صح. ايوه لا حضرتك اتعلمتها مذاكرة بقى. اه مذاكرة حضرتك يعني عنك. قول لي طيب انت اللي علمت نفسك الطبلة ولا مثلا خدت حصتين ثلاثة ادوا لك؟ لا لا هو بس هو حضرتك انا اساسا اساسي بلعب درمز درامز بس هو طبعا مش هينفع يجي هنا ف يعني خليتها ان شاء الله بقى المره الجايه. بس لا الطبله هي انا بداتها ان انا اتعلمت في البيت وحتى ما استخدمتش مثلا انت من نفسك كده ابتديت تشتغل عليها؟ من نفسي اتعلمت بس الاساسيات مثلا الدم بتعمل كذا او مثلا الدم والتك معروف بس الدم كذا مثلا التك كذا كده اتعلمت الاساسيات بتاعتها. بعد كده بقى انا طبعا مع ممارسه طبعا مع لعبت مثلا قدام ناس او قدام ناس محترفه فصح يقول لي اعمل كذا ابتدي انا اتمرن عليه اعملها بقوه او اعملها اعمل كذا. قول لي الطبله دي تتلعب سولو ولا من الحاجات اللي هي تبقى مصاحبه من الالات المصاحبه؟ لا طبعا تتلعب سولو طبعا بس هي انا يعني ممكن العب حضرتك مثلا سولو يعني تلعب لنا حاجه كده بس بسيطه سولو كده ماشي. بس هو انا عايز اقول حاجه ان انا برضو انا مش دارس انا هاوي يعني انا حاجه بحبها فبعملها لكن مش دراستي كتير على فكره بالشكل ده يعني كتير قوي بيبقوا الموسيقى بتبقى سامعه المزيكا اساسا بتبدا بحب بعد كده بدراسه يعني مش ما فيش مثلا حد لو مش بيحب حاجه مش بتوشوشوا بعض بس الصوت بيبان على فكره بتدفع الاغنيه اللي جايه بتدفع الاغنيه اللي جايه لو انا مش سامع المشاهدين سامعين بتدفع الاغنيه اللي طب يلا سريعا كده تعملي حاجه صغيره صغننه انا يعني بسمعكم كده وقلت ثلاث دقات وانا من الاغنيات الجميله قوي اللي بحبها ثلاث دقات ف وديت من الاغاني اللي كسرت الدنيا على فكره يعني من الشباب والاكبر من كده كمان لان الريتم بتاعها حلو وخفيفه فيعني بتعمل جو يعني حاله انبساط كده تقدروا تغنوها لنا لو في امكانيه شو بس الجيتار عشان لو مش جاهزين دلوقتي بيها ممكن حاجه تانية تحبوها من الاساسيات اللي الاساسيين عليها بتلاقي في اي حته او اي مكان دي الحاجات اللي هي بتدي يعني بتولع الدنيا مثلا وليها شعبيه قويه قوي حتى الناس اللي بره مصر بيسمعوها فطبعا لازم نلعبها حتى لو مش حافظينها هنغنيها هنلعبها تمام. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح بعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من الزمن لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي انت الحب
ولقيت جوايا خناقه كبيره قامت على طول. عقلي عقلني وقلبي يقول لي روح بقول ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان. رحت وقلت ان انا ولهان انت الحب طال قلبي ولا في الخيال عودك ده فيه اتقال موال ويا عيني يا يا سيدي يعني تدخلوا شويه في الدراسه الاكاديميه هتكسروا الدنيا. انا اعتقد كده يعني حاجه بسيطه كده يعني للدراسه الاكاديميه بالموهبه الكبيره اللي عندكم دي ما فكرتوش في الحدوته دي؟ والله انا فكرت بس مفيش يعني وقت. انت بس خلص ثانويه عامه خلص ثانويه على خير ان شاء الله وبعد كده في الدراسه الاكاديميه بس يعني ارجو انكم تحطوها في الاعتبار. انتوا ليكم اسم الفرقه بتاعتكم ليها اسم سمينا حاجه هو مش ولا بتتحركوا ازاي يعني؟ هو مش باند او اي حاجه خالص هو انا بغني فلما جيت بغني طبعا انا بعمل اغاني زي ما قلت لحضرتك وكده فمحتاج حد يعزف معايا فرقه يعني فطبعا دولت اخواتي اول حاجه طبعا ويعني هم قبل اي حاجه خالص احنا اخوات وصحاب وكل حاجه بس فهم يعني الفرقه معايا بس وتعرفتوا وابتديتوا كله على السوشيال ميديا كله على السوشيال ميديا عامل شغل كبير قوي السوشيال ميديا طبعا في يعني اي حد عايز يتنشر يعني ينشر شغله يتعرف يتشهر يعني سحب من تحتنا يعني انا الاول كانت كتير الناس بتعتمد على الشاشات شاشه يعني شاشه التلفزيون النهارده السوشيال ميديا عامله شغل كبير. هو دلوقتي اي حد عاوز عنده موهبه عاوز يعرضها عنده يوتيوب عنده فيسبوك وطبعا الفيسبوك يعني والشباب اللي زيكم بيبقوا مهتمين ان هم مثلا يسمعوا شغلكم او يتابعوكم. والله يعني انا بالظبط بقالي كده في السوشيال ميديا بقالي بالظبط حوالي سنتين او ثلاثه بدات بقى عملت البيج عندي على الفيسبوك بتكتر باسم ايه اسمها ميشو في الميوزك ميشو فور ميوزك ما هو ميشو ده اسم الشهرة بتاعي ميشو فور ميوزك كويس واليوتيوب برضو عندي يوتيوب شانل وعندي صفحة برضو على الساوند كلاود بس فانا ابتديت فيها من 3 سنين او سنتين بالظبط الصفحة بتاعت الفيسبوك دي كنت بديها كان فيها 1000 وشوية لايك دلوقتي بقى 6000 وشوية واو فالحمد لله يعني في برضو من الناس حب في تقدم في تقدم يبقى خلاص يبقى حاجه كويسه طبعا طالما الناس حابه يعني اللي انا بقدمه فاكيد طبعا لازم اطور ولازم بقى افكر في حاجه احسن وان انا اعمل فكره جديده طب انتوا لما بتقعدوا مع بعض يعني بما اننا بنتكلم عن التطوير لما بتقعدوا مع بعض يعني طب النهارده انتوا قدمتوا مثلا حاجه بالاداء ده بالشكل ده يعني نشتغل بيها شهرين ثلاثه طب بتقترحي ايه بقى يعني طب احنا ممكن نعمل ايه عشان نبقى احسن طب ممكن في اغاني ايه نازله عشان تبقى احسن في ايه موضه في شباب حابب ايه يلا طبلة احنا هو طبعا يعني لازم الواحد يعني حتى الفنانين الكبار بيتابعوا مثلا المزيكا او مشروعات المزيكا الحاجات الجديده احنا مثلا بنحاول مثلا نكتشف الات او يعني مش نكتشف الات الالات اللي احنا مثلا محرومين منها او اللي احنا صعب ان احنا مثلا نلاقيها زي مثلا الساكسفون الساكسفون انا افتكر اسمه الحاجات دي اللي هي نادره او يعني بس ما انت غير انك تلاقي الساكسفون مين اللي بيلعب عليه كمان هو مش سهل شخص بالظبط يعني احنا بعدين كمان احنا ماشيين في سكتين من سكه احنا بنشوف ايه الجديد اللي نزل بحيث ان احنا نلعبه قدام الناس ومن ناحيه ثانيه مثلا سكه محمد اللي هي ايه احنا بنعمل الجديد او اللي هو ما صح بنعمل المزيكا الخاصه بينا اللي هي بتقال عليها الاوريجيناليتي يعني الحاجه الخاصه بيكم ما يميزكم بالظبط ما يميزكم يعني احنا بنشوف طبيعه طب انتوا شايفين ايه اللي بيميزكم يعني انت النهارده لما اجي اقول لك انتوا ايه اللي بيميز الفريق بتاعكم تقولوا لي ايه احنا طبعا يعني مع ضعف الحاجات اللي احنا فيها او يعني مثلا سننا او ان احنا مثلا ملناش احنا مثلا محمد من الناس اللي عامله اغاني وعامله البومات والناس بتحبها والناس بتسمعها والناس بتاخد بيهم الثانويه العامه ده تاخد نمر زياده تاخد حافز موسيقي ولا يا ريت والله فاحنا طبعا مع يعني حدود الامكانياتنا
احنا عاملين حاجات حلوه اغاني والله يعني طبعا محمد يعني ممكن يكون اشهرنا بس يعني احنا كلنا واحد بس احنا عاملين حاجات وعاملين اغاني يعني انت راضي عن انتوا راضيين عن نفسكم في هذه المرحله السنيه ونقول ايه الفنيه كمان مش كده بس انتوا برضو غير الاغاني اعتقد ان في مقطوعات موسيقيه لما بتتعزف بتكسروا الدنيا وبيطلب منكم تاني في في طبعا مقطوعات موسيقيه بتتلعب حاجات هاديه حاجات كده بتتلعب بس طبعا هو اكتر الشغل بيبقى كله يعني غنى وكده يعني هو ده اللي بيعمل جو هو ده اللي بيعمل الناس اللي... الناس بتكون جايه تسمع غنى مش يعني مش جايه تسمع مزيكا انت بس. لما بتروح مثلا الساحل الشمالي زي مثلا بتعمل حفله في الساحل الشمالي بيبقى في بروجرام معين غير البروجرام مثلا بتاع قصر ثقافه طبعا كذا يعني بتختار البروجرام بتاعك على على, على حسب المكان والاوديونس كمان اللي موجود عندك بالظبط والفئه الجمهور اللي موجودين يعني انا بشوف الجمهور اللي موجود يعني الفئه اللي موجوده تطلب ايه او عاوز تسمع ايه بيبقى في تعامل بقى بيننا وبين بعض يعني طيب بس وبنظبط طبعا احنا عايزين نسمع ايه طيب شوف انت غالبا الاغاني القديمه او الاغاني عبد الحليم يعني. لا لا بس الحاجات اللي الناس الناس الحاجات اللي اجمعت عليها ريتم تبقى لطيفه في اغنيه مش اجنبي يا شباب لا لسه طيب. انا يعني انا من ماليش ميول جدا في الاجنبي بصراحه محبوش قوي يعني, يعني انت مع المطلوب يعني مع الش... مع الناس كتير بتطلب الناس عايزاه طيب ايه بقى الناس بتطلب منكم ايه اغنيه يعني مشهوره جدا زي ثلاث دقات لو حضرتك سمعت عنها اسمها اسمي اسمي لادهم سليمان لا طب ورياني كده ما سمعتش عنها قوي الله العظيم مني كوليكي بقول انا عندي لا
الشمس مهما تغيب تاني تنوري الدنيا وهمشي لك بلاد الله واحكي لكل خلق الله عن سيرة هوا عاشق عن تايب إله مولاه. برافو عليك برافو عليك حقيقي. محمد لما بتيجي بتعزف لي أغنية بتعمل أغنية بتيجي تاخد رأي مين؟ والدي. صحيح والدك مهتم جدا، هو اكتر حد بيدعمني في المجال الغنى ده. اه المجال الموسيقى عموما. عندك فكره عنه ولا انت بقى اللي طلعت من العيله؟ لا هو انا لوحدك كده مهتم بالموسيقى. لا هو انا امي مغنيه برضو، يعني مش مغنيه مشهوره طبعا، يعني هي كانت بتغني صوتها حلو برضو. جميل. فانا ورثت منها الصوت. اه بس وابتديت بقى اطور من نفسي يعني. طيب ما هي كمان اكيد بتساعدك يعني، هي اكيد برضو بيبقى ليها تعليقات. اه طبعا بتسمع كذا بتسمع كذا. يعني انتوا الاثنين من عائلات فنيه يعني، انا بتصور أيوة. كمان ان والدتكم اكيد برضو الاذن الموسيقيه عندها كويسه جدا، فتيجي دي مشكله، دي مشكله كبيره يعني، مش هتعرفوا تتصرفوا عليها. مثلا انت كده وقعت؟ لا لا تقول لك انت بتنشز. أيوة. اكيد الكلمه دي بتطبخ عيني جدا بالمهرب. بالنسبه لك باباك ومامتك كمان محمد واختي برضو بتعزف اورج، يعني هي برضو صوتها حلو برضو بتغني. فبس الاكتر حد بيساعدني وبيدعمني في موضوع الغنى ده عموما او المزيكا هو. لكن انت حبيت الموضوع، لكن اللي عايز اقوله ان دايما الموسيقى والغنى والفن عمره ما بيكون بالزق يعني، مش هو موضوع مش زي مذاكره ذاكر. لا لو هو الشخص ما عندوش الموهبه ديت او مش هو حابب ان هو يطور من نفسه ما بتتطورش. اكيد طبعا. لازم هو يكون حابب. طبعا هو اي حد بيحب اي حاجه بيبدع فيها او بيبتكر بقى، بالذات فيما يخص الرياضه والفن. كمان بتبقى لو هو شاطر وهو حابب قوي من جواه اكيد بيكون النجاح حليف. اكيد طبعا اكيد. طب بكره شباب نسيم كل سنه طيبين، مش عارفه هتقضوا معانا في اسكندريه ولا هتعملوا ايه؟ هنرجع القاهره ان شاء الله. احنا على القاهره النهارده جايين على القاهره ان شاء الله. معقوله بنضغط عليه والله. طيب لو انتوا مثلا بكره مطلوب منكم حفله في شم النسيم، ايه البروجرام اللي انتوا ممكن تحطوه بشرط ان انتوا تبقوا عارفين ان هو هيبسط الناس في عيد الربيع؟ هو مش شرط الطبله بقى، اسمح لي الطبله يعني. اشرف 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 هنشوف طبعا الحاجات اللي هم بيحبوها والحاجات اللي زي ايه يعني، ايه اللي انت بتبقى عارف ان انت لو قدمته مع التيم بتاعك هيكسر الدنيا والناس هتبقى مبسوطه وتمشي مبسوطه تحاول تدور عليكم انتوا موجودين فين ترجع لكم تاني؟ الحاجات اللي هم بيحبوها او الاغاني، يعني مثلا بالنسبه لمزيكتنا او احنا الاغاني اللي هم بيحبوه. خد بالك انا بريحك كل ده، انا مش انا بريحك علشان ايه تستأنف تقفل. وبالنسبه لك يا احمد؟ انا بفضل الكلاسيكيات. الكلاسيكيات اللي هي بتحمل ايه، بتجمع ما بين اللمحه الفنيه والبهجه اللي هي زي مثلا، إيه مثلا يعني مثلا انا بحب مثلا اغنيه اما براء، طبعا هي تم تحريفها اكتر من مره باكتر من شكل، لكن هي مثلا جنى الهوى. الشباب اللي زيكم بيستطعم الاغنيات دي ولا بيحس ان هي لا دي دقه قديمه؟ انا لا انا اكتر مع الحاجات اللي هي المودرن. دي بترجع طبعا لطبيعه الشخص يعني، مش كتير تلاقي شباب مثلا بيسمع ام كلثوم، بيسمع فيروز، بيسمع مثلا نجاه صغيره، عنده فكره عن اغاني عبد الحليم، ولا انا غلطان؟ ما ده امر واقع برضه لسبب، يعني احنا دلوقتي ما بقاش فيه تكمله للمحه الفنيه او اللي هم صحيح الاغاني ذات قيمه. مثلا من طراز مثلا علي الحجار من حصلها وبقت نادره شويه، احنا مفتقرين لحاجات زي كده في الوقت الحالي. فبالتالي دي بالنسبه للناس، لاي شاب النهارده مثلا 10 15 سنه دي بالنسبه له حاجات انتهت، مفيش ليها جديد. ايه الابديت ده؟ مين دول بالظبط يعني؟ ايه اللي هيتقدم؟ حتى الاغاني اللي هي اللي احنا بنعيش عليها دلوقتي قد تكون احدث اغنيه من 10 سنين مثلا اللي هي طب فين؟ طبعا فدي بالنسبه له حاجه منتهيه، لا انا هدور على الحاجه اللي كل يوم ليها جديد. فطبيعي لا الحاجات دي مفيش حد هنا. بقى بيجي المفروض من وجهه نظري المتواضعه دور اصول الثقافه اللي انا كنت واحد بتشرف انك كنت واحد من يعني عشان كده غير انك من اسره فنيه اساسا، وده ليها يعني بصمه كبيره جدا على فكره عليك، وانت مش حاسس بحاجه زي كده بس فعلا هي ليها بصمه كبيره عليك سواء انت او سواء محمد. ويمكن انت ما تكونش مدرك قوي انت ليه تحب شويه انك القديم بس بنكهه خاصه.
يعني بس انا سعيده جدا بيكم. بنخليك. وبسرعه الوقت فات معاكم، وانا بتمنى لكم كل حاجه جميله وكل توفيق وفي حياتكم الفنيه وكمان في حياته في الدراسه ان شاء الله تكون. ودايما تحطوا في دماغكم ان الموسيقى بتعمل تنشيط للذهن كده. انا بشكركم كتير محمد اشرف احمد. بشكركم كتير وبشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه، وكل سنه وحضراتكم طيبين واعياد ربيع جميله وعيد قيامه جميل ان شاء الله، وسعيد لاخواتنا في الوطن. شكرا لكم.